ما لبث أن فك إضراب الأساتذة في التعليم الرسمي ولو جزئياً بعد امتناع عدد من الأساتذة من العودة، حتى دخل التعليم الخاص على خط الإضراب يوم الثلاثاء. فمطالب هؤلاء لا تزال قيد البحث والتفاوض بين النقابة ووزارة التربية. والاجتماع الذي عقده نقيب المعلمين نعم محفوظ مع وزير التربية عباس الحلبي لم يخلص إلى نتيجة إيجابية، خصوصا بعد امتناع اتحادات المؤسسات التربوية عن حضور الاجتماع. نأسف لعدم وجود المؤسسات، ونحن بنعتبر هذه رسالة سلبية. نحن بكرة اضراب بكل مدارس الخاصة، وبدي أقول للمعلمين مدارس الخاصة بدنا نوقف مع بعض نحقق أمورنا، من المعاش، من بدل النال لصندوق التعاضد والتقاعد. مش انه والله انا عم باخذ والله 300 دولار، انا شو الي علاقه مدرستي بتمشي، بخلي ضعاف بالمدارس التانية يشتغلوا لوحدهم. اتفاقان ابرما بين النقابة والحلبي اخرهما منذ 3 اسابيع، وابرز النقاط تتمثل باعطاء الاساتذة 5 لترات بنزين يوميا اسوة باساتذة الرسمي، كما اجبار بعض المدارس على دفع جزء من رواتب الاساتذة بالدولار، فضلا عن مطلبين متعلقين بصندوق التقاعد والمتعاقدين. توافقنا انه القانون 266 اللي بيعطي الاستاذ بالمدرسة الرسمية بدل نقل بيساوي اللي بياخدوا الأستاذ بالمدرسة الخاصة، وبنقطة تانية نقطة 10 مليار اللي أقرها مجلس الوزراء جلسته قبل الأخيرة، وأنه حكي مع وزير المالية والأربعة، وزير المالية بيرد عليه أنه هال10 مليار أنت تتحول لصندوق التقاعد. وقبل اجتماع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في وزارة التربية، كان عدد من أساتذة التعليم الرسمي نفضوا صباحا اعتصاما أمام الوزارة، إذ لا يزال هؤلاء يمتنعون عن العودة إلى التعليم لطالما لم يحصلوا على سلة المطالب الكاملة التي طرحت مع بداية إضرابهم. نحن إذا رجعنا بكرة منكون فعلا أثبتنا أنه نحن هوات إضراب. أضربنا شهرين لا رجعنا حصلنا حقوقنا ولا 300 علمناهن، عم بيعملوا المستحيل ليرجعونا. نعم الجواب واضح، امتحانات رسمية. نطالب الهيئة الإدارية دعوة إلى مجلس مندوبين على جدول أعماله بندا واحدا هو حجب الثقة للرابطة. وفي السياق عينه، نظم طلاب ثانوية البزر في صيدا مسيرة في المدينة بعد رفضهم دخول المدرسة تضامنا مع الأساتذة وللضغط باتجاه انتظام العام الدراسي، خصوصا لطلاب الشهادتين الرسميتين.